تعود الدراما العراقية هذا العام في شهر رمضان بغزارة في الإنتاج وجرأة في تناول العديد من القضايا، ولعل اللافت هذا العام هو بروز وجوه شبابية جديدة مع عودة الجيل الذهبي. من بغداد للموصل حاط نفسك بنص الدواعش على مود وحده تحبها. للوهله الاولى تبدو الدراما العراقيه لمتابعيها غزيره الانتاج خلال شهر رمضان الحالي. لا تقلق، ما اقدر اوصف لك حاله المصابين. غير ان الامر يظهر منطقيا بالنسبه للمهتمين وصناع الدراما، فالعراق جزء لا يتجزأ من العالم، سرى عليه ما سرى على باقي الدول، حيث تراجعت نسب إنتاج الأعمال الدرامية بشكل كبير بسبب انتشار جائحة كورونا. سنتان كانتا كافيتين لتجميع إنتاجات مضاعفة، فالأعمال الدرامية العراقية هذه السنة تجاوزت 20 عملا توزعت بين القنوات الخاصة، فيما القنوات الرسمية وعلى غير عادتها خلت من أي عمل درامي لعدم توفر المخصصات المالية المرتبطة بالميزانية العامة حسب المسؤولين في القطاع الحكومي. وشهدت الأعمال الدرامية العراقية خلال الموسم تطورا كبيرا على المستوى التقني وأيضا الفني، بظهور وجوه جديدة من الممثلين والممثلات وعودة بعض الممثلين الكبار للواجهة ومشاركة فنانين عرب آخرين. كل هذه العناصر من شأنها أن تسهم في دخول الدراما العراقية في منافسة كل من الدراما المصرية والخليجية والسورية عربيا في الأعوام المقبلة. وينضم إلينا من بغداد المخرج فارس طعمة التميمي. سيد فارس، مرحبا بك معنا، رمضان كريم، أنت معنا في برنامج فكر وفن. الأعمال الدرامية في العراق خلال شهر رمضان غزيرة، جريئة في الطرح وشديدة في المنافسة، هل تعتقد أن غزارة الإنتاج ظرفية أم تنبئ بدخول الأعمال العراقية على خط المنافسة مع الدراما المصرية والسورية والخليجية خلال السنوات المقبلة؟ مساء الخير على كل مشاهديكم، وكل عام وأنتم خير، وكل الوطن العربي بألف خير. الحقيقة أني فرح هذه السنة أكثر من 20 عمل درامي قدم على عدة قنوات يعني غير رسمية، أظهرت لنا أنه أكو شابات ممثلات وممثلين جدد خطوا خطواتهم الأولى بحماس وبنجاح كبير. لكن أنا يعني هذا الكم اللي ظهر لي في هذه المسلسلات هنالك عدة نقاط نشخصها. كثير تعرف حضرتك يعني السوشيال ميديا فيه كثير من النقاد اللي هم أساسا مشاهدين أصبحوا نقادا ويتحدثون بطريقة النقد وبطريقة الأشياء كثيرة. بغض النظر أكو مسلسلات عراقية عرضت لكنها مستنسخة من مسلسلات تركية أو مصرية، شاهدت أغلب المسلسلات. أنا يهمني الآن أنه بعد هذا من 2014-15 توقفت الدراما العراقية إلا ما ندر بعض القنوات تنتج مسلسلا واحدا أو سكيتشات تلفزيونية كوميدية في رمضان فقط. وهذه يعني مؤشر خطير جدا تجاه الدراما العراقية. حضرتك تعرف وكل المشاهدين يعرفون الدراما العراقية من أجمل وأقوى الدرامات اللي كانت تنافس مصر وحتى سوريا. هذا لا شك فيه. أنا أتذكر. أستاذ فارس اسمح لي على المقاطعة يعني. نعم. والبعض يشكو من التناول السطحي، الأسلوب الفني الهابط. هل نحن أمام ضعف في صناعة الدراما أم المشكلة أساسا تتعلق بالتمويل لذا نرى هذا الضعف؟ أنا أعتقد التمويل لا بأس به، لكن يعني استسهال العمل الفني واستسهال الموضوعات والاتجاه إلى موضوعات
بعيدة كل البعد عن الواقع المجتمع العراقي. هذا أثر كثيرا، يعني أكو مسلسلات شاهدناها ما شكلت أي 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 عمق أو أي تأثير لدى المتلقي العراقي، بالعكس غادرها إلى الدراما السورية أو الدراما المصرية أو حتى الدراما الخليجية. لكن بالمقابل هنالك أعمال درامية في هذا الموسم كانت جيدة، كانت ممتازة بالصنعة، بالتمثيل، بكتابة النص. طبعا النسبة قليلة جدا للأسف، يعني عندما أتحدث وأقول لك أن هنالك على عدد أصابع اليد الواحدة أو نصف اليد الواحدة هنالك أعمال كانت متميزة، لكن الكثرة هذه شاهدنا من خلالها فني عراقي وفني عربي ومخرج عربي ومخرج عراقي، صار يعني صارت عندنا رؤية واسعة أنه ممكن بالسنوات القادمة تعود الدراما العراقية للتسويق العربي كما كان سابقا. جميل. والبعض أستاذ فارس يرى أنه رغم عدم وجود مقص للرقيب في الأعمال الدرامية بشكل رسمي على الأقل بشكل لافت، فإن جهات دينية فصائل مسلحة تمارس هذا الدور كما حدث مع مسلسل وطن. هل يبدو الأمر طبيعي أم أن هذا التدخل يشكل خطر على الفن العراقي؟ شوف حضرتك، يعني أنا أعتقد يعني هيئة الإعلام والاتصالات هي المعنية بهذا الشيء. يعني الآن ماكو رقابة على النص، يعني على سبيل المثال المسلسل اللي حضرتك ذكرته وطن، يعني في غالبية المجتمعات العربية ماكو هيك عندنا البطل المطلق اللي يحارب بهالطريقة هذه، يعني هذا سوبرمان. يعني هذا حقيقة بغض النظر عن الصنعة وعن الإخراج وعن الموضوع المطروحة، يعني هذا ما موجود فقط بالمجتمعات الأمريكية حقيقة. أنا أحمل هيئة الاتصالات اللي هي تكون مفروض تسيطر على كل النصوص، يعني إحنا كل قناة تنتج وفق الأيديولوجية بالتها، وهذا مو صح. يعني ممكن نشوف واقع دراما عراقية بائس، وممكن نشوف العراق جميل، وممكن نشوف الريف. يعني أنا لحد الآن ما شفت ريف عراقي حقيقي، شفت ريف مستنسخ من تركيا، من لبنان، مو هذا الريف مالتنا العراقي. الريف العراقي مالتنا معروف بكل أشكاله. هذا يحتاج إلى رقابة من هيئة اتصالات، أنه كل القنوات المنتجة إلى الدراما العراقية أن تمر مرورا بنقابة الفنانين قراءة النص أو حتى هيئة الإعلام والاتصالات. لذلك تتوحد الرؤى. ماذا تحتاج أستاذ فارس الدراما العراقية حتى تصبح منافسة للأعمال المصرية للسورية والخليجية؟ ما الذي تحتاجه في ظنك؟ أقول لك بصراحة، المشكلة عندنا المنتج المنفذ. المنتج المنفذ ما عنده هم ينتج مسلسل درامي ناجح. المنتج المنفذ يأخذ من القنوات على سبيل المثال $1,000,000 لإنتاج مسلسل ما، يصرف على المسلسل $500,000 والباقي يعتبر أرباح. لذلك ما راح تتطور الدراما العراقية، ماكو رقيب على المنتج. يعني حتى القنوات التي تنتج عن طريق المنتج المنفذ ما تحاسبه، ما تقول له تعال أنت هذا ليش المسلسل هذا بهالطريقة طلع، أنا صرفت لك $1,000,000، هذا الصرف مالتك مو مال $1,000,000. ماكو رقابة. إذا ما تكون هنالك رقابة من القنوات التي تنتج دراما بما فيهم ام بي سي عراق، ام بي سي عراق بها بس منتج منفذ واحد لطيلة 3 سنوات، هذا لا يجوز. هنالك منتجين عراقيين، وهنالك شركات رصينة، وهنالك شركات تستطيع أن تقدم دراما، وبالفعل قدمت دراما عراقية مهمة وشكلت على مستوى المهرجانات العربية، أخذت جوائز كبيرة. ليش احنا نبقى الى منتج منفذ واحد اللي هو منتج منفذ، هو المشرف، هو صاحب الاستوديو؟ هذا مو صح. لازم اكو تنويع على مود تصير منافسه حقيقيه، نعرف الغث من السمين. استاذ فارس، ايضا كما ذكرت في بدايه هذه المداخله، انه هناك وجوه شبابيه لاحظناها خلال هذه الاعمال الدراميه، صحيح مع عوده المخضرمين. ما الانطباع الذي يتم أخذه سواء بالنسبة للوجوه الشبابية أو العناصر المخضرمة برأيك؟
الحقيقة أنا سعيد جدا، شفت ممثلات شابات لأول مرة يمثلن، حقيقة فرحت جدا، شفت أنه العراق عاد من جديد لإسناد الأدوار إلى شابات يقودون الدراما العراقية مستقبلا. وأيضا عندما أشاهد الفنانين المخضرمين اللي هم أساتذتنا وزملائنا أفرح كثيرا، لأنه أكو كثير منهم صار أكثر من 5 سنوات جليس البيت، تعرف حضرتك الفنان بالعراق ما عنده غير عمل واحد، فقط التمثيل أو فقط الإخراج أو بهذا الشكل. سعيد بهذا التلاقح الفني بين الأجيال العراقية، وأعتقد يعني المواسم القادمة راح نشاهد شباب أكثر، مو بس ممثلات، أو شفت ممثلين عراقيين لأول مرة يمثلون وكانوا ممتازين، بل أفضل من كثير ممثلين لهم باع طويل بالدراما العراقية. يعني هذه بشرة سارة حقيقة للوسط الفني وللوسط العربي بشكل عام. اللافت أيضا أستاذ فارس أن الكوميديا تأتي على رأس الأعمال الفنية على غرار حامض حلو قط أحمر أنا والمديرة، هل لمست شيئا جديدا وملفتا أم نحن أمام اشترار الموضوعات والأفكار ككل سنة؟ يعني على مود يعني هذه هكذا نمط من الأعمال. المشاهد العراقي أو العربي بعد الفطور بعد من يفطر يحتاج هذا اللمسة اللطيفة الضحكة الجميلة، لكن أنا أحسها صارت مكررة. يعني حامض حلو من الأعمال الحقيقة اللي نجحت بشكل كبير وأكو صار بها تطور، لكن مقتصرة على ممثلين فقط، هم 4-6 ممثلين. أنا أعتقد نفس البرنامج إذا بالمواسم القادمة أن يزج ممثلين جدد أو ممثلين آخرين يصير هذا التنويع الجميل. يعني عندنا طاقات خصوصا بالكوميديا، العراق يعني عنده ممثلين كوميديين رائعين جدا على مستوى المسرح والسينما والتلفزيون. أعتقد هذه البرامج تحتاج أيضا إلى دماء جديدة لتطوير هذه السكيتشات، يعني مو مسلسلات، سكيتشات، لأنه يعني على مستوى قط أحمر، يعني الولد أحمد وحيد أعتقد بقط أحمر كان ممتاز هذا الموسم، كان ممتاز وبالفعل جاب شبابه كله من البصرة ومن أهل البصرة، يعني أحييه على هذه الطروحات اللي قدمها، كان ناجح موفق جدا بها. أنا أشكر جزيل الشكر المخرج فارس طعمة تميمي، كنت معنا من بغداد، شكرا لهذه الإطلالة الجميلة، شكرا لك.